عندك الاخوان تاخذوا على شي قبر الدرا ديال الدراري الصغار يونس عندك راه الدرا ديال الدراري الصغار صلى الله عليه احمد اجي هنا انا شيخ عمر الله يجبدها فين هو احمد فين هو فين هو نعيط له احمد اجي تقدم انت تقدم اخوي تقدم لا
صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ربنا وأصدق السلام كلام ربنا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول سبحانه: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال ربنا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أعظم العزاء أيها الأحباب في فقد كل حبيب هو عندما نتذكر فقدنا لرسول الله. أحب حبيب الذي نحبه أكثر من نفوسنا وأهلينا. وقد لفت انتباهنا إلى هذا الأمر فقال: من عظمت عليه مصيبته فليذكر مصيبته بي، أي برسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. فإن كل المصائب تهون إذا ذكرنا مصابنا برسول الله. يقول ابن العريف رحمه الله: إذا حلت بساحتك الرزايا ولا تجزع لها جزع الصبي، فإن لكل حادثة عزاء بما قد كان من فقد النبي. والذي يسلينا ويسري عنا أن الله تعالى تقبلها في هذه الليالي التي هي ليالي يغزى فيها ليلة القدر، ليالي العتق، ليالي البركات، ليالي النفحات. ونحسب إن شاء الله أن ذلك من عاجل البشرى لها. وكذلك أعظم ما يمكن أن نخرج به من العبر هو أن نتذكر أن هذه طريق الجميع، وأن علينا أن نرجع بتوبة مخلصة وتوبة مخصصة وتوبة قاطعة الصلة بالآثام. اللهم إنا نحمدك بجميع محامدك ولا نعترض على قضائك ونرضى بقضائك. اللهم اغفر لها وارحمها وثبت عند المسألة منصبها. آمين. اللهم اغفر لها وارحمها وثبت عند المسألة منصبها. آمين. اللهم اغفر لها وارحمها وثبت عند المسألة منطقها. هؤلاء الإخوان الكرام الذين شاركونا وساعدونا وحضروا معنا، لا نملك لهم جزاء إلا أن ندعو الله تعالى ونتوسل إليه بأسمائه الحسنى أن لا يخرجوا من هنا إلا بذنب مغفور. يا ربي يا كريم، يا ربي تجارة من تبور، يا ربي أن يجعلهم وأحبابهم وأهليهم من عتقائه من النار. اللهم آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم على نبيك وعبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.
اللهم ثبتها عند السؤال، اللهم ثبتها عند السؤال، اللهم ثبتها عند لما حضرته الوفاة قال لمن حوله إذا أنا مت فقفوا على قبري بقبر أن ينحر ابن الناقة وشنوا علي التراب شنا حتى أستأنس بكم وأنظر بما أراجع بي رسل ربي. وهذه الحالة كل منا يتمناها في موته، فكلنا نرجو في أنفسنا ومن قلوبنا هذا الدعاء. اللهم اغفر لها وارحمها وثبت عند السؤال المنطقة، فإنها الآن تسأل وهي بحاجة إلى هذا الدعاء، فنقول اللهم اغفر لها وارحمها وثبت عند السؤال المنطقة. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، اللهم أسكنها الجنة، آمين. اللهم افسح في قبرها، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم آمين. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم آمين. اللهم اغفر لها وارحمها وثبت عند السؤال منطقها. اللهم إنا نسألك أن نكون لها شفعاء، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن نكون لها شفعاء، اللهم آمين. اللهم اغفر لها وارحمها وأدخلها الجنة، وأدخلها الجنة،
واغفر للجميع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين. حاولوا هذا الدعاء بقدر اللي قدر يمشي اللهم اغفر لها وارحمها وثبت لها السؤال. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.